مشروع الخط الثاني للتراموي وتمديد الخط الاول للتراموي اللي كيمتد على واحد 17 الكيلومتر كيمر وفق البرنامج المخطط له في الاول، وكيمر كيعرف وتيره انجاز جيده مكنتنا من وضع 87% من السكه الحديديه وانجاز 24 مدار على 33. وكيف ما كان مرتقب فاحنا في هذا الصيف ان شاء الله غادي نقوموا بربط الخط الثاني مع الخط الاول في جوج ديال التقاطعات اللي هما شارع انوال مع شارع عبد المؤمن وشارع بن تشفين مع شارع الحزام الكبير. هذه الاشغال غادي تخص وضع البنيه التحتيه والسكه الحديديه والانظمه والطاقه الكهربائيه، وهي اشغال معقده اللي كتستلزم وقف استغلال الخط الاول للتراموي لمده 10 ايام في اتجاه الجامعات ولمده 15 يوم في اتجاه عين دياب في الفتره الممتده ما بين 14 حتى 28 غشت. وفيما يخص المشتركين فاحنا كنحثوهم انهم يفعلوا الاشتراكات ديالهم قبل من 14 غشت 17 جوي بالنسبه للاشتراكات الشهريه وقبل من 7 غشت بالنسبه للاشتراكات الاسبوعيه. وكنشكرهم على تفهم ديالهم لهذه المرحله الضروريه من اجل تطوير شبكه تراموي الدار البيضاء، وكنأكدوا لهم انه الاستئناف ديال الاستغلال ديال الخط الاول للتراموي غادي يكون في 28 غشت 2017.